ونعود مرة أخرى إلى مراسلة أون لايف سالي سالم من شرم الشيخ. بداية سالي، يعني مرحبا بك مرة أخرى، حدثيني عن أهم الموضوعات التي ستناقش خلال مؤتمر شرم الشيخ حول مواجهة الإرهاب والتطرف في الدول العربية وأثرها على التنمية الاجتماعية. نعم، نحن بصدد أعمال المؤتمر الوزاري الإرهاب والتنمية الاجتماعية، والذي بدأت فعالياته منذ قليل بكلمات افتتاحية لوزيرة التضامن دكتورة غادة والي، وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية جمهورية تونس محمد الطرابلسي، وكذلك شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. بدأت الفعاليات، وكذلك خالد فودة محافظ جنوب سيناء. بدأت هذه الفعاليات منذ تقريبا نصف ساعة. سيتم على مدار هذا المؤتمر مناقشة الموضوعات المختلفة بمواجهة الإرهاب وتأثيراته على التنمية الاجتماعية، وكيفية مواجهته، وكيفية تصدي عن طريق الإعلام ومن خلال المجالس المختلفة، مجالس الوزراء الشؤون الاجتماعية ومجالس العرب المختلفة لمواجهة هذا الإرهاب. هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه، ويأتي بناء على قرار القمة العربية في نواكشوط رقم 654. سيتم رفع القرارات التي ستتخذ بنهاية هذا المؤتمر إلى القمة العربية القادمة في الأردن، وذلك لاتخاذ القرارات التي بناء على منظومة القمة العربية. لدينا حضور لوفود من الدول العربية، المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والمغرب وتونس وكذلك قطر والإمارات. سيستمر هذا المؤتمر على مدار يومين، سيتم فيه مناقشة أوراق بحثية مختلفة تتعلق بكيفية مواجهة الإرهاب وتأثيره على التنمية الاجتماعية وعلاقته بالتنمية المختلفة في الدول العربية، وضرورة التكاتف والتنسيق بين هذه المجالس العربية المختلفة ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية المختلفة للوصول إلى انتهاء ومكافحة لهذا الإرهاب في الدول العربية المختلفة. سالي، أيضا كان السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كانت له كلمة خلال هذا المؤتمر وتحدث عن دور الجامعة العربية في مواجهة الإرهاب. شكرا جزيلا لك سالي سالم، مراسلة أون لايف من شرم الشيخ.